جبت خاطر ما سمعتش توضيحات، تصور انك شفت البوليميك اللي صارت يوم جنازة لينا بن مهني الله يرحمه، وبرشا سلموا عليك وقالوا انه مش من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا في ديننا انه احنا نغنيو في جنازة. شنو تعليقك؟ تعليقي انا قلت برشا مرات، لان داير ما حكيتش برشا في الموضوع خاطر انا انسانة متفهمة ونفهم اللي فما برشا ناس ما يقبلوش حاجة كيف ما هذه ويمكن تغششهم. لكن أنا بالنسبة لي أهم حاجة نجمو نحكيو عليها توا هي أن نقبلوا اختلاف بعضنا. تعتبروا اختلاف لبنان أنك تغني في جنازة؟ يعني أنا غنيت في الجنازة بطلب من عائلة لينا، لم أتجاوز حد للعائلة. هما اللي قالوا بيانسور هو كان تأبين بطريقة أخرى لينا، خاطر أنا كنت نجم نكتب نص لينا نأبنها فيه ويسكي صديقتي وكيف بنتي علاقتي بها كانت ياسر خاصة. لكن أنا اخترت أني نأبنها بالغناء. داير لينا غنيت لها وهي مسجية في الدار بحذاها، غنيت لها سعدي سعد وسعدي سعد وبنتي خير من ألف ولد، وكان بطلب من عمتها اللي نحييها برشا. دونك العملية ما كانتش فيها تجاوز لحد وما كانتش فيها استفزاز لحد، هي جزء طريقتنا في أن نودعوا بنتنا. وهذا يعني لي برشا، خاطر لينا كانت تحبني برشا وتحب صوتي برشا، وأنا نؤمن في داخلي وفي روحي من داخل اللي تنجم تكون لينا تسمع فيا وهي قاعدة تمشي في العالم الآخر. دونك هي الكلها حكاية نظرة للأشياء اللي أنا نطلب بكل حب أن نحترموها، خاطر أنا لا طلبت من حد أنه هو يعمل جنازته كيف ما أحنا عملنا جنازة لينا، ما طلبناش هذا، أحنا عشناه كيما الإيماج دو لينا، كيف ما هي لينا كانت تحلم، كيف ما لينا كانت تشوف، كيف ما تصويرت لينا هكا البنية اللي مشيت بكري، هكا البنية اللي أعطت روحها للبلاد وأعطت بدنها للبلاد، ولينا الآخر لحظة تعطي لينا جثتها ما وصلتش للدار بكري على خاطرها متبرعة بالأعضاء. دونك فما حالة أخرى أنا كانت تجمعني بلينا اللي خلتني ان نرثيها بالطريقه هذيك، وما نزنيش ننساو اللي حتى في عاداتنا اللي نحكيوا عليها موجوده، راهو نساء اللي هو مش غناء لكن بالطريقة. في ديننا مش موجود لبنى، والله في ديننا مش موجود، هذي انا ما نجمش نفتي فيه، ونتمنى اللي فما ناس ما يفتيوش فيه، خاطر الدين راهو محلول وفيه برشا قراءات. وانا بالنسبه لي اهم حاجه نحب نقولها للناس، ما تحطوش رواحكم في بلاصه ربي.